مشاهدين اهلا بكم في فقره جديده من قرانيات. المسلم كل يوم يقول اهدنا الصراط المستقيم في قرايه الفاتحه. يبيع يشتري يقول الفاتحه فيقول اهدنا الصراط المستقيم. طب ايه هي الصراط المستقيم او ايه هو الصراط المستقيم؟ يا ترى هو ايه؟ فهمونا هو ايه؟ فهمني يا اخي مالك. اهلا بك اخت فرحه. للاسف المفسرين لما خبرونا عن تفاسير اهدنا الصراط المستقيم اعطونا ايضا في حيره. البعض قالوا الصراط المستقيم هو القران، البعض قالوا هو الاسلام، البعض قالوا هو الجنه. المسلم يقول الله اهدنا الصراط المستقيم ثم يخرج علينا مفسر ويقول انها الجنه، كيف يعني انها الجنه؟ او الاسلام او القران. طيب اذا كان مسلم مؤمن بالإسلام يصلي إلى الله ويقول اهدنا الصراط المستقيم ويقصد به اهدنا الإسلام وهو على الإسلام بالضبط، يعني أو اهدنا القرآن يعني وهو بيقرأ القرآن أو يعني اهدنا الجنة. يعني ففي الحقيقة في العبارة شرحة بتعطيها ركاكة أو تحصيل حاصل، يعني أمور لا معنى له. واللي بيزيد علينا التعقيد تعقيدا أن الآية بعدها بتقول صراط الذين أنعمت عليهم. طيب إذا أنت أيها المسلم تعتقد أنك من على الصراط المستقيم الله الذي أنعم عليك، فأنت تطلب الله أن يهديك صراطك لنفسك، يمكن بيأكدها على الله. الطريق أني حتى مفسر مثل الطبري بيقول أني الذين أنعمت عليهم هم المسلمون ومحمد. طيب كيف محمد يصلي ويقول اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم وهو من الذين أنعم عليهم؟ يعني كيف أنا أصلي للشيء أنا فيه أساسا بالزبط. كيف أصلي للحصول على شيء وهو يعني معي؟ وهل كل مرة بيقولها بيؤكد على الله اهدنا الصراط المستقيم؟ ما قالها دلوقتي، ما قالها بعد شوية، هيقولها له، هيقولها له على طول ليه؟ هو الأخ المسلم لما بيصلي 17 مرة باليوم ويتلو الفاتحة 17 مرة في الحقيقة هو ما بيفكر بمحتويات سورة الفاتحة، لأنه لو فكر بمحتويات سورة الفاتحة للاحظ عدم منطقية تلفظه بهذه الآيات. طيب وانت تفتكر ايه يعني بايه الصراط المستقيم؟ انا اتوقع ان كان محمد في الفترة اللي اعلن فيها سورة الفاتحة قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. بذهن محمد ناس قبله كانوا على الصراط المستقيم. ايوه أكيد هن إما اليهود وأما النصارى. صراط الذين أنعمت عليهم كمان يتحدث عن ناس قبل محمد. إذا صراط إما اليهود وأما النصارى، فكان محمد يصلي لله ويطلب من المسلمين أن يصلوا لله أن يكون على صراط الذين أنعم عليهم من قبلهم من الأمم سواء يهود أو مسيحيين. ودي تفسيرك، يبقى الصراط المستقيم هيكون ايه برضو؟ بعد حاليا رجعنا للغز اني فعلا احنا ما عندنا الصراط المستقيم غير ان الصراط الحق الذي سار الذين انعم عليهم، بمعنى الشيء الحق او الكتاب الحق او السلوك الحق الذين انعمت عليهم. عندنا شخص نحن حكينا عنه في احدى الحلقات اسمه عبد المسيح الكندي، حلل بالتفصيل قال اني صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هو صراط المسيح، لانه كل التفاسير مغلقة النتيجة. أما هذا التفسير هو التفسير الوحيد أن الصراط المستقيم هو صراط المسيح. نحن ننصح الأخ المشاهد بالرجوع إلى هذه القسم في موضوع الكندي. والمسيح قال بنفسه بفمه الطاهر أنا هو الطريق والحق والحياة. إذن الصراط المستقيم هو الطريق والحق والحياة. أي هو المسيح. دعوة لأخونا المشاهد، الصراط المستقيم اللي انت بتتمناه هو الطريق والحق والحياة، هو السيد المسيح. أشكرك أخي مالك ونراكم في فقرة جديدة من قرآنيات.